والله مقابلة مع شبيبة بجاية مقابلة صعيبة، ما يخفاش عليك فريق شبيبة بجاية فريق طموح، فاز بالكاس هذه، مقابلة صعيبة راح تلعب على زوج جولات، نتمنى إن شاء الله نكونوا في المستوى، لازم نحتاطوا للفريق هذا. ستيف فريق معروف في كومبيتيسيون في لا كوب دالجيري، احنا شبيبة بجاية إن شاء الله اون فاس دوني افون نلعبوا الكاس بيسك حنا لوبجيكتيف تاعنا سيتي لو مانتيان، الحمد لله اليوم لعبنا لو مانتيان تاع الفريق. فريق الشباب سنتينا غير يعني معروف وعريق، جمهور كبير، ملعب كبير، دونك سي تي ماتش ان شاء الله برك تكون الروح الرياضيه كبيره كساسوا في قسنطينة ولا في بيلكول، احنا نحترموهم، نحترموا بزاف سي سي. قبل يعني ما نديروا التراجع صور تاع عمليه القرعه تاع الكاس تاع نصف النهائي، ما يخفاش عليك نلعبوا يوم 13 مقابل عوده مع الترجي ربع نهائي، نلعبوا على الساعه 8 ليلا، يعني راح ننتهيو قول يوم 14 وراح نزيدوا ندخلوا نباتوا في تونس وندخلوا على العاصمه، يعني يوم بعد من العاصمه نعاودوا ندخلوا لقسنطينه، يعني ما يقدرش، ما عندناش يعني الوقت الكافي، يعني لكن حبينا نلعبوا منافسه شريفه، نلعبوا كل فريق عنده حدوده. احنا رابطه ورابطه المحترفه كهيئه كبيره اللي عندها لا جيستيون تاع كره القدم، ستادير اون فا فير توت نو بروبوزيسيون، واللي راهم سوي تري سيري سارتان بلي الناس كاع سمعتها اون ديريكت. احنا ان شاء الله راح نديروا ان ريزومي تاع كاع واش دوموندو الفرق من حقهم، يعني نشوفوا باللي طرح يعني خليك اون فا سيد اليوم ان شاء الله نحطوا لو ريزومي تاعنا، اون فا كونسلتي كامل اعضاء لجنه كاس المنظمه الكاس الجمهوريه، ونشوفوا مع الرابطه ان شاء الله اللي ان شاء الله تكون اذان صاغيه باش نلبيو الطلب تاع فريق شباب قسنطينه.